مزيد من المتابعة حول آخر التطورات الميدانية. ينضم إلينا من خان يونس بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من هناك. مرحبا بك بشير. تبدو أن وتيرة هذا القصف في تعال الآن تحديدا في مدينة غزة، وحتى إذا تحدثنا عن عمليات القتال المباشرة والمواجهة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، مزيد من التفاصيل معك. تحية لكم شيماء. دعيني أبدأ بالحديث عن قيام طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية الآن تدمير برج عين جالوت رقم 10 في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة. هذا البرج الذي يضم العشرات من الوحدات السكنية والشقق تم تدميره بفعل غارات إسرائيلية عنيفة نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل أقل دقائق من الآن. هذه المحافظة لا زالت منذ ساعة الصبيحة هذا اليوم وهي تشهد غارات عنيفة ومتتالية باتجاه مخيم النصيرات ومخيم البريج والأطراف الشمالية للمحافظة الوسطى. هناك قصف مدفعي عنيف يطال كذلك في هذه الأثناء الأطراف الشرقية لمخيم البريج وكذلك الأطراف الشمالية للمحافظة الوسطى، حيث تضم منطقة جحر الديك والمغراقة ومدينة الزهراء التي تتعرض إلى هذا الوابل الكثيف والمستمر والذي لا توقف على الأقل خلال الساعتين الماضيتين من قذائف متنوعة تطلقها المدفعية الإسرائيلية وكذلك إطلاق نيران من الرشاشات الثقيلة باتجاه تلك المنطقة التي تشهد يعني هذا القصف العنيف والمتواصل. إذا ما تحدثنا عن مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، هذه المدينة أيضا لا زالت تشهد قصفا عنيفا يدوي بين الفينة والأخرى وخصوصا في منطقة حي تل السلطان. قبل قليل أعلنت المقاومة الفلسطينية من تمكنها من استدراج قوة إسرائيلية باتجاه عين النفق، كانت مفخخة مسبقا وتم تفجير هذه العين باتجاه القوة الإسرائيلية مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوة الإسرائيلية، وقد شهدت الطائرات المروحية تهبط في اتجاه حي تل السلطان وتقوم بنقل القتلى والمصابين إلى المستشفيات الإسرائيلية. هذا الإعلان يأتي بالتزامن مع قصف عنيف تنفذه الآليات العسكرية الإسرائيلية والطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه حي تل السلطان الذي يقع في المنطقة الغربية لمدينة رفح. وبالتالي هذا العدوان الإسرائيلي شيماء هو عدوان موسع يطال كل أحياء قطاع غزة. ماذا عن المواجهات المباشرة بشير من تلك الأخبار التي تأتي إلينا بين حين وآخر، وتحديدا في محور نتسارين بين الفصائل الفلسطينية وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني محور نتسارين أو محور الشهداء كما يسمى بالجانب الفلسطيني، هناك عدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تقوم بمهمة فصل شمال القطاع عن جنوب. هذه الآليات وخصوصا المتمركزة من الناحية الشرقية لتلك المنطقة وتحديدا في منطقة جحر الديك تقوم بإطلاق النيران والقذائف بشكل مباشر باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم. أيضا المقاومة الفلسطينية أكدت بأنها اشتبكت مع تلك الآليات المتواجدة في تلك المنطقة ويعني أوقعت إصابات محققة في صفوف الجنود الإسرائيليين الذين يتواجدون ويعملون على طول هذا المحور، محور الشهداء في شمال المحافظة الوسطى. شكرا جزيلا لك من خان يونس بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية.